أهلا بكم في اقتصاد السوق وإليكم أخبارنا اليوم. ارتفاع المخاطر السياسية الناجمة عن الأزمة السورية والوضع الأمني المحلي أديا إلى تراجع الأداء الاقتصادي للبنان، هذا ما أكدته وكالة التصنيف للأسواق الناشئة وفق النشرة الأسبوعية لمجموعة بانك بيبلوس. وتوقعت الوكالة أن يرتفع الدين العام إلى 140% من إجمالي الناتج المحلي، وأوضحت أن المصارف المحلية تحمل حالياً 74% من الدين العام، ما يعكس اعتماد الحكومة على القطاع المصرفي المحلي لتمويل احتياجاتها بالعملات الأجنبية والمحلية، ويجعل الحكومة بالتالي قابلة للتعرض للصدمات السياسية أو الاقتصادية. وطبعا كل ذلك يؤثر سلبا في رغبة المصارف بالاستمرار في التمويل وفي ثقة المودعين. في حرب خفية تظهر قريبا إلى العلن، ستطلب إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما من الكونغرس منحها سلطة إلزام المصارف الأمريكية بتقديم معلومات أكثر عن حسابات عملاء أجانب، وسيندرج هذا الطلب في مسودة الميزانية المقبلة تحت ذريعة مكافحة التهرب الضريبي. وأهم ما يتضمنه الطلب إلزام المصارف غير الأمريكية أيضا بتقديم معلومات عن حسابات الأمريكيين لوكالات الإيرادات الداخلية. وفي حال طبق هذا الطلب سيكون على أمريكا مواجهة عدد من الدول وفي مقدمها فرنسا وألمانيا والصين التي تساوم بقوة قائلة إنه في حال إلزام مصارفها بالكشف عن حسابات مصرفية سرية للأمريكيين فعلى المصارف الأمريكية أن تعاملها بالمثل بالكشف عن حسابات لمواطنين فرنسيين وألمانيين وصينيين لديها، لأنها لوحت بتخفيض تصنيف أمريكا الائتماني. تواجه اليوم وكالة التصنيف الائتمانية ستاندرد أند بوز دعوى أقامتها الحكومة الأمريكية ضدها في أول تحرك قانوني اتحادي، متهمة الوكالة بسلوك غير قانوني حول تصنيف سندات للرهن العقاري مرتبطة بالأزمة المالية العالمية. واعتبرت الحكومة الأمريكية أن معايير ستاندرد أند بورز تأثرت باعتبارات خاصة بالرسوم وحصة الأسواق والأرباح والعلاقات مع جهات إصدار السندات. ومع هذه الدعاوى هوت أسهم الشركة ومنيت بأكبر خسارة لها منذ انهيار سوق الأسهم عام 87. تأثر سعر الذهب اليوم بضبابية الوضع الاقتصادي العالمي فسجل تراجعا طفيفا. وفي لبنان سجلت الأسعار التالية: عيار 22.49 دولار و 58 سنت، عيار 21.47 دولار و 33 سنت، أما عيار 18 فوصل ل 40 دولار و 6 سنت. بلغت أونصة الذهب 1676 دولار 35 سنت، كيلو الذهب 53894 دولار و65 سنت. ضعفت توقعات الطلب على النفط بفعل عدم التيقن من وضع إسبانيا وإيطاليا، ما قد يعرقل جهود منطقة اليورو لحل أزمة ديونها. فانخفض سعر العقود الآجلة لخام برنت 39 سنت ووصل إلى 115 دولار و21 سنت للبرميل. هبط الخام الأمريكي 5 سنت ووصل إلى 96 دولار و12 سنت للبرميل. هذا كل شيء ملتقانا غدا في اقتصاد السوق من لبنان إلى العالم.